نعرہ رسالت یا رسول اللہ اہل سنت زندہ باد. جشن عید میلاد النبی زندہ باد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. ہمارے افاضل علماء باوقار و دیگر مقتدر سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محبوب کی محفل محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، بلا تاخیر اب میں حافظ محمد جمیل اختر نورانی صاحب اشرفی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک کلام سے ہم تمامی کو نوازیے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، حافظ صاحب زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الذين يذكرون بهم
وعلى جنبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل قد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا سبحان الله ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير
سبحان الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم.